سلمى، بأول فقراتنا مشاهدينا هيك حنفردها للموضوع الصحي. اليوم رح نحكي عن مشكلات القلب. كثير من الأشخاص بيعانوا من مشاكل بالقلب. للأسف صرنا نسمع بآخر فترة بنسبة كثير كبيرة بسكتات القلب عند الشباب، أكثر شيء عم نشوفها. طبعا هاي السكتات إلى أسباب متعلقة بالجسم، متعلقة صحيح. بنمط الحياة اللي عم نعيشه، نمط الغذاء الغير صحي. هذا القصص كلها عم تكون وسيلة عم بتساهم وتأثر بشكل مباشر على حدوث هي السكتات. أكيد رشا، مثل ما قلتي، النمط الغذائي والنمط الصحي هو من أكثر التعليمات اللي بيوجهها كافة الأطباء لأي مرض من الأمراض، لأنه الغذاء هو أيضا بيت الداء والدواء. لهيك نحن اليوم رح نحكي بشكل مفصل شو ممكن الأغذية اللي موجودة بقلب البيت وتفيد مرضى القلب وتكون هي مساعد لهم بنمط حياتهم لحتى يخف هاي الأمراض، وخصوصا نحن عم نحكي عن أمراض مزمنة فالتعامل معها هو طويل الأمد، فنحن بحاجة للايف ستايل، نمط حياة معين. طبعا هذا النمط رح تعرفنا عليه الدكتورة نور منسترلي، أخصائية التغذية والخبيرة بالصحة العلاجية الغذائية. سعد صباحك دكتورة، أهلا وسهلا فيك. صباح النور سلمى. صباح الخير. صباح النور، اشتقنا لك. وأنا كمان اشتقت لك. أهلا وسهلا. أهلا فيك. هلا اليوم أمراض القلب هي موضوع كثير حساس، دائما يعني بنقول إنه هو بشكل فوبيا عند الناس كونه القلب، يعني فنمط الحياة عندهم أحيانا بيكون غلط، الوجبات الغذائية، التدخين، في قصص كتير عم تساهم أنه تؤدي لأمراض بالقلب. وعم نسمع كتير بالسكتات القلبية وخاصة عند الشباب. خلينا هيك نعرف بشكل عام اليوم شو أهم الأسباب اللي عم تؤدي لهذا الشيء. هلا بدي نوه على شغلة، أنه أثبتت أحصائيات الـ WHO، منظمة الصحة العالمية، أنه من أهم أو الـ 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 يعني السبب الرئيسي للوفاة بالعالم أو السبب الأول بالوفاة هي أمراض القلبية. وكمان في إحصائيات بال 2012 كانت 31% من الوفيات حول العالم ارتفعت بسبب الأمراض القلبية. هلا من هون ننطلق على قصة انه قد ايه هي الامراض القلبية هي خطرة على صحة الانسان. اكيد لما نحن بده يكون عنا فائض باستهلاك الاغذية المليئة بالدهون، الفائض باستهلاك السكريات، اذا كان الشخص جدا مدخن، اذا عنا استهلاك كبير للكحول، اكيد هي اسباب اساسية لزيادة يعني خطر الاصابة بامراض القلبية. اكيد نمط حياتنا بيفرض علينا، أو النمط اللي عايشين فيه، الضغوطات الحياتية عم تفرض علينا مسيرة حياتية مختلفة عن اللي نحن بنتمناها. يعني. تمام، لأنه الضغوطات النفسية كمان هي من أهم العوارض اللي ممكن تسبب لنا أمراض قلبية. عم نشوف كتير بالفترة الأخيرة أنه شباب صغار بعمر 30 سنة عم يتعرضوا لجلطات قلبية، هي كلها بسبب الضغوطات النفسية اللي نحن موجودة عنا، ما عم نقدر نفرغ هاي الطاقة السلبية اللي عم بتكون. هلأ أكيد حياتنا كلياتها من اول ما بلشنا ننتبه على اكلنا وبلشنا نفهم بالاكل ونحن وصغار، يعني كيف اهالينا معودينا انه ناكل بالبيت، من هون بلش الغلط. اذا هل هن معودينا ناكل اشياء وجبات فاست فود وشغلات سكريات عاليه ونشرب مشروبات غازيه وهيك، اكيد حنكفي بهي الطريقه، واذا كفينا بهالطريقه حنوصل لشيء نحن ما بنتمنى. اكيد كل ما نحن ارتفعت، شوفي نحن ما بدي فوت من الناحيه التشريحيه لانه هو من اختصاص الاطباء القلبيه، بس في عنا نحن اعراض واضحه ممكن تورجينا هل نحن عنا مشاكل او ضعف بعضله القلب او لا. هلا بالنسبه للخفقان القلب، فجاه انت بتطلعي على درجه بتحسي حالك تعبتي زياده عن اللزوم، قطع نفسك 100%، حسيتي حالك تعبتي ما عاد لك حيل تكفي الدرج. اذا كنتي حامله كليين حتى بايديكي او اي شيء خفيف، ممكن انه تحسي كمان بلهته او تعب، عياء عام، بتحسي عندك خمول، تعب، وهن، في شيء ما له طبيعي بجسمك. ممكن فجاه نحس انه ايدينا ورجلينا تورموا. نحن شو بنعزيها؟ انه يمكن لانه اكلنا ملح كثير او الوجبه كانت 100%، بنقول احتباس سوائل. هي لا، هي ممكن تكون عنا اعراض لمشاكل قلبيه. ممكن فجاه يكون بطننا ما فيه شيء، فجاه بنحس بنفخه فيه او تطبل فيه. ممكن نحن نعزيها انه كلون عصبي، اخذين مثلا شويه برد، غازات. هي كمان ممكن اذا تكررت الحاله بتدلنا على اعراض قلبيه.
ممكن يصير عنا خفقان، بيقلنا خفقان ضيق تنفس لما بنكون نايمين. فجأة شخص نايم بأمان الله بحس حاله اختنق أو تشردق، حدا اللي جنبه نايم بحس أنه صار عنده مشكلة أو وقف قلبه. كمان هي مش أعراض قلبية، نحن ممكن نتغاضى عنها، بس كل ما نحن تغاضينا عن هالآثار والأعراض الجانبية كل ما نحن فاقمنا المشكلة وصعبنا حلها. طيب دكتورة نور، نحن دائما بنسمع كل شيء بخص مرضى القلب أنه المشكلة الأساسية بتكون عندهم بارتفاع نسبة الكوليسترول بالدم، واللي هي طبعا لها علاقة وطيدة بالنمط الغذائي بجسم الإنسان. خلينا نقول اليوم لكل يلي عم يسمعنا من مرضى القلب أبرز النصائح والأطعمة اللي لازم يتجنبوها والشي اللي ممكن يساعدهم على تخفيف نسبة الكوليسترول اللي هو ممكن يؤدي لأذية بالشرايين القلبية. هلأ أهم شيء لازم نحن نبتعد عن الأطعمة المعلبة مثل اللي فيها مواد حافظة كتير، فيها نسبة أملاح كتير عالية. نبعد عن اللحومات الباردة مثل المرتديلا، الهوتدوك، النقانة اللي بتحتوي على دهون كتير عالية وبنفس الوقت أملاح كتير عالية، بتضر صحة الشرايين القلبية، بترفع كمان مستويات الضغط. بدنا نبعد عن الأشياء اللي بتحتوي سكريات كتير عالية، لأنه كمان مرض السكر اللي بيقولوا له الصامت القاتل كمان هو يعني مترابط، في علاقة وطيدة بين مرض السكر ومرض القلب، واثنيناتهم يعني اثنين مرض السكر وكل الأمراض يعني هو ليكي كله يعني باكج كاملة. صحيح. يعني مرض بيودي لمرض، فنحن بدنا ننتبه لكمية السكريات كمان العالية اللي موجودة بالحلويات أو السكر المضاف. يعني السكريات اللي من مصادر جيدة مثل الفواكه المجففة أو الفواكه العادية، هي مساك سكريات كتير خفيفة ممكن أنها تنهضم خلال النهار، أما السكر الأبيض المضاف ممكن أنه يتخزن ويعملنا طبقة على الشرايين لبعدين ممكن تؤدي لأذى الشرايين أو ممكن تؤدي لسكتة دماغية مباشرة بسبب ارتفاع نسبة الأنسولين بشكل مفاجئ فرضا. ممكن كمان المقليات كلها بنعرف قد ايه الاكل فيه قلي كثير عالي انه بيعملنا مشاكل، مو بس بيعملنا زياده وزن. هلا نحن ما عم نحكي عن الناحيه الجماليه، اكيد عم نحكي عن الصحه صحية. القلبيه كمان لما بنبتعد عن الاشياء المقليه بنستبدلها باشياء مشويه كمان هذا بيفيدنا للصحه القلبيه. اهم شيء انه نحن نرفع نسبة استهلاك المي وخصوصا بفصل الشتاء، لانه بفصل الشتاء على البرد الجسم ما بيطلب مي كثير، فنحن بدنا بدل ما نشرب مي، اذا الناس بتستهجن تشرب المي مثل ما هي بناخذها بنعوضها عن طريق المشروبات الساخنه، بس مو عن طريق لا الشاي ولا القهوه، لانه بيحتوي على نسبة كافيين عاليه فبتسحب الفوائد. اوكي من الصبح عم نعلم تسحب الفوائد تبع المي، ففينا نبدلها بالزهورات، المليسه، الكمون، الليمون. تاخذ نفس فائدة المي النظاميه. هلا ليكي الشوارد الموجوده بالمي البيور اكيد ما أنا موجوده باي شيء ثاني، لما انت بيقولوا ما بيتبدل يعني تماما، والشوارد اللي موجوده بالمي البيور ما أنا موجوده بشيء ثاني، اكيد تفقد من قيمتها. اكيد بنشرب مي، شربنا للمي هي في افاده أخطأ. اكبر ممكن انه نحن كل ساعه على الساعتين نشرب كاسة مي، نحاول نغصب حالنا أو نص كاسة مي، المهم ما يقطع النهار ما لنا شربانين أقل شيء لتر للتر ونص من المي ومن السوائل. الشغلة الأهم إنه نحن ما يعني نبتعد عن أي شيء ملح نضاف عليه منكهات مثل الشيبس، مثل مثلا حتى البشار اللي نحن بيقولوا هو صحي وهو ما بيسمن وبيعمل لنا احتباس سوائل، لا، كل شيء فيه زيت أو معرض الزيت لدرجة حرارة فهو متأكسد فيها فهو مضر. مثلا لما حتى لو كانت نسبة قليلة تماما. هلا أنا مثلا أو الدراسات الحديثة أثبتت أنه السمنة الحيوانية هي أهم من الزيت، خصوصا الزيوت المهدرجة. نسبة الزيت لما بيحترق بيرتفع فيه نسبة الأكسدة، فبصير عنا مشاكل نحن بغنى عنا ممكن يؤدي لسرطانات، مثل حتى زيت الزيتون رغم أنه هو من الدهون الجيدة، بس زيت الزيتون لما بيتعرض لدرجة حرارة معينة فهو بيتأكسد فبصير سام لجسمنا أكثر من ما هو مفيد، خلص بتفقد القيمة الغذائية تبعه. فلهيك حتى أنه نحن إذا بدنا نفوت حتى السمنة الحيوانية تكون بنسبة كتير قليلة لحتى ما تأذينا.
هلا شو الاشياء بالايد الثانيه، شو الاشياء اللي بتفيدنا لصحه القلب؟ هاي انحكينا بالممنوعات تماما، بس كل شيء ذكرته يعني الاكلات الطيبه من الاخر يعني كل شيء طيب هو ممنوع عنه يعني يعني لازم يكون في بدائل. حكينا بالممنوعات قائمه طويله يعني تطول القائمه بالممنوعات، بس في اشياء اساسيه هي اذا بعدنا عنها بنوصل نوعا ما ل 50-60% انه نحن نضل محافظين على صحتنا، مو بس عن يعني صحه القلب، كل الجسم. تمام. خلينا نحكي طيب نحن شو البدائل، شو الأكلات الصحية اللي نقدر نحن أنه ناخدها بالبيت نعطي جسمنا هاي الفائدة ناخد وتكون طيبة يعني لأنه أنت اليوم ما سكر ولا ملح ولا سمنة ولا زيت يعني لا شوفي الاعتدال بكل شيء هو الصح. يعني فينا ناخد سكريات، بس سكريات كتير بسيطة، يعني فينا نستبدل السكريات إلا المضافة بسكريات طبيعية، فينا نستبدلها بالعسل، فينا نستبدلها بالفواكه المجففة أو الفواكه العادية. مثلا الملح فينا نضيف ملح وإنما كميات كتير بسيطة تكون، بس إنه تنكيها للأكل. زيت الزيتون منيح بس كترته بتضر، ممكن على البارد أفضل يعني 100%. طيب نحكي هيك، أعطينا أسماء أكلات فيها مثلا مواد غذائية، عناصر غذائية كتير بتحمي عضلات. بذور الكتان مثلا كتير مهمة، فيها زيوت كتير مفيدة لصحة الجسم ولصحة القلب، بس مو أكثر من معلقة كل يوم، معلقة صغيرة. حتى زيت الزيتون مثل ما بيقولوا كل شيء زاد عن حده قلب ضده. أنا بشوف مثلا صحن الفول يلا بينزلوا الأهالي بحطوا فيها الزيت، مثلا صحن اللبنة أو أي شيء بالحواضر بدل ما نحط شوي صغيرة نحن بنحط، بنحس حالنا بنفكر حالنا إنه نحن عم نزيد زيت زيتون، فعم نكسب صحتنا يعني غنى بالفوائد والمعادن. هو معلقة بتغني يعني. 100%. كل شخص هلا لكل جسم له كمية محددة من الدهون. نحن جسمنا مكون من بحاجة ثلاث أشياء أساسية، الكربوهيدرات من 50-60%، النشويات نقدر نحصل عليها من الفواكه من الخضار، وبالإضافة من الخبز والرز والمعكرونة وهالأشياء، 30% من الدهون و20% من البروتينات. جسمنا بالأساس فيه كوليسترول وجيد وسيء، فأساس جسمنا بيكون دهون، فنحن إذا ما ضفنا عليه دهون فهو ما له هالشغلة الفظيعة إنه نحن بس ما أنا الشغلة اللي أزينا حالنا فيها، لا نحن بالأساس جسمنا فيها دهون. بدنا نضيف مثلا الأوميجا 3، أوميجا 3 و 6 و 9. هلأ الشغلة إنه أغلب الأطباء أو أغلب الاختصاصيين بيقولوا إنه لازم ناخد أوميجا 3 3 6 9 لصحة القلب، بس ما بدنا ننسى إنه يعني في اثنين من بيناتهم بيعارضوا عمل بعض، 3 و6. فنحن نحاول انه نبعد عنهم انه ناخذهم سبلمنتس وبيلز او حبوب، نحاول ناخذهم مصادر جيده مثل المصادر الاسماك الدهنيه، السردين والطون مثلا. السردين بيحتوي على دهون جيده كثير عاليه، وبنفس الوقت بيحتوي على الكالسيوم 7 أضعاف ما بيحتوي الحليب كمان. مثلا نحن هي الشغلة معلومة كتير ناس ممكن يجهلوها، بدنا نحاول نستبدل أي الشيبس بأشياء طبيعية، مثلا نقرش هي نقرشة المساء والبرد وهيك، بدل ما نقرش موالح المملحة فينا ناخدها موالح خام، مثلا الجوز اللوز ناخدهم خام، ما نون لسه خضر، ما نون محمصين ولا معرضين لا لحرارة ولا لملح لصوديوم عالي. نحن فينا ناخد الخضار الورقية مو بس لصحة القلب كمان لصحة الجسم، فينا نقرش بالخس، خيار، ملفوف، فليفلة، حتى السبانخ، البقلة، الجرجير، هدول كلياتهم بيعطونا طاقة وبنفس الوقت بيشبعونا، يعني بيشبعوا الكروش وبيعطونا الجسم ذكي يعني تماما يعني ما فيك تحتالي عليه يعني قد وقت تكوني مشتهي الحلو خلص يعني جسمك عم يطلبه، ما يعني ما بيتعود بتفاحة أو موزة شوفي هلا هي السكر مطلوب كيف أنت معودة جسمك. العقل الباطن بده من 21 يوم ل40 يوم ليتعود عادات جديدة، أكيد أول مرة وثاني مرة حنعاني وحنلاقي صعوبة، مثل لما بيترك الدخان أول يوم يومين بيلاقي حاله كتير شخص معصب، أو اللي بيترك الكافيين نفس الشيء، بعد أسبوع اثنين ببلش يتعود. يعني أنا مثلا عندي إدمان للحلو
لما حاولت قدر الامكان خفف منه اكيد لقيت اول شيء صعوبه بعدين بتبلشي انسحاب السكر من الجسم كثير صعب، بيعمل صداع، بيعمل خفقان قلب، ممكن يعمل مشاكل كثير، نحن رجفه بالايدين، دوخه، بس شوي شوي بصير الشخص بيتعود عليها. نحن هي العادات من الصغر اكيد مو بلمح البصر بدنا نحن نبعدها، بس كل ما بدلنا بهالعادات يعني مثلا كل شهر انا بقدر اغير عاده، مثلا الكافيين انا معوده اشرب مثلا كل يوم 5 فناجين قهوه، اوكي القهوه كثير مهمه لصحه القلب. هذا اللي كان بدي اسالك عنه، بما انه حكيتي عن القهوه والكافيين والسكر بشكل عام، بما انه نحن اليوم عم نحكي لمرضى القلب، في كثير اشخاص هن مدخنين ومدمنين ايضا على القهوه، يعني عادتين سيئتين مع بعض، الدخان اذا وقفت على هون بكون كثير منيح. فلما بدنا نعمل بدائل وخصوصا بالبدايه بنعرف انه ايضا في ماكولات فيها نسبه كافيين، صح؟ فشو البدائل الطبيعيه للكافيين وخصوصا للاشخاص اللي عم بيحاولوا يقلعوا عن التدخين او حتى عن المنبهات؟ مثل في ناس ما بتقدر تفيق ما تشرب نسكافيه، مو شرب قهوه، يشرب ما في مشكله. فشو البدائل ايضا؟ شوفي سلمى، كل شيء مثل ما قلنا بالاعتدال فينا نعمل كل شيء بدنا اياه، بدل 5 فناجين فينا نستبدلهم مثلا 2-3 فنجان قهوه والباقي شاي، شاي فيه كافيين اخف من القهوه، فينا نستبدله بالشاي الاخضر، حتى الشاي الاخضر فيه انتي اوكسيدنت بس بنفس الوقت فيه كافيين، فنحن فينا أخف مثلا ضرر. تمام اخف ضرر، ال5 اكواب اللي عم ناخذهم هن قهوه، فينا ناخذهم 2 قهوه و2 شاي اخضر و1 شاي احمر. هيك نحن عم نوصل للكافيين اللي احنا متعودين عليه بس بكم باقل ضرر ممكن. مر الشهر اللي بعده او بعد شهرين ممكن يصيروا 3 اكواب شاي اخضر، كوب شاي احمر، كوب قهوه، يعني نحن بنخفف شوي شوي. هلا فينا نبدل نحن ارتفاع او الشعور اللي بيعطينا اياه الكافيين، هي الصحصحه وتحسي حالك انت فيكي انرجي وهيك، فينا ناخذه من الزنجبيل، الزنجبيل كثير بيعطي طاقه، الكركم لما نحن بنضيفه للمشروبات كثير بيعطي طاقه. خلط او هي الكومبينيشن بين الكركم والزنجبيل مع الفلفل الاسود هي بتعطي طاقة رهيبة وكتير مهمة لصحة الشرايين. يعني أنا مثلا فينا نحن نعمل المسا مشروب، هذا المشروب السحري أنا بسميه، اللي هو حليب خالي الدسم مع كركم، شوية قرفة، شوية زنجبيل، ورشة فلفل أسود. هذا المزيج مع بعضه أول شيء بيعطيكي شعور بالشبع المساء، بيعطيكي طاقة وحيوية، وبيعطيكي شعور بالدفى. فأنت بالليل ما تعدي متكتكة وحقلا في 60 حرام عليكي، لا هي كتير بتعطي طاقة، مهمة كتير للصحة القلبية ومهمة كتير لصحة الجسم والجهاز الهضمي بشكل خاص. ليه؟ لأنه بتحرك فيها 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 مواد بتحرك الجهاز الهضمي، فبتخلصنا من كل شيء سموم متراكمة خلال النهار. عرفتي؟ فينا نبدل الكافيين بهيك نوع من المشروبات. الكركديه كتير مهم للأشخاص اللي بيعانوا من ارتفاع بضغط الدم، فينا نستبدل مثلا الشاي الأحمر باليانسون، أو فينا نستبدله بالزهورات اللي هو بيعطينا ريلاكس، بيحافظ على الصحة العصبية وبيخلينا هيك مروقين. صحيح الباذنجان فيه كافيين؟ الباذنجان فيه كافيين؟ شوي صغيرة، كل شيء لونه أسود إذا بتلاحظي مثلا، حتى القهوة سوري مو القهوة، الشوكولا، حتى الدارك شوكولات فيها كافيين عالي، كل شيء لونه أسود فيه كافيين، مثل لما كل شيء لونه اورنج وهيك فيه فيتامين سي او اصفر او هيك ملون، مثل لما بنشوف كل شيء لونه موف لونه احمر هو منيح لصحه صحه القلب، مثل مثلا العنب، هلا الشوندر، شوندر لونه احمر هو كثير مهم للدم ولصحه القلب. البندوره رغم انه هلا انا كنور بحس البندوره، هي وجهه نظر خاصه، البندوره بتحب السوائل وهي عن تجربه شخصيه وتجارب عن الناس. صحيح. ممكن تعملنا تحبيس سوائل بس ما فينا ننفي الليكوبين الموجود فيها كثير مهم لصحه أكيد. الجسم. الفليفله الحمراء كمان مهمه لصحه القلب. شايفين يعني اشياء كثير بسيطه بس موجوده بين ايدينا خدعه مثلا بسيطه كالشوندر السكري، نحن فينا نقطعه ونحطه بالفرن بصير عندنا مثل الشيبس، فهون نحن بنخدع حالنا بدل ما ناكل الشيبس اللي فيه كثير فات وفيه كثير صوديوم، فينا نعمله بالبيت بس بطريقه صحيه.
أكيد معلومات كثير مهمة نور اليوم قدمتيها، وهذا الشيء كل المعلومات ما بتغنينا أنه نحن بأي عارض نكون نعمل زيارة للطبيب لنتأكد، خصوصا أنه هاي القصة كمان وراثية ما لها علاقة أبدا بالأشياء الثانية. شكرا لتواجدك معنا اليوم وأهلا وسهلا فيك. شكرا لكم، ولازم تحبوا صحتكم لأنه صحتكم لازم تنحب، لأنه لازم تحبوا صحتكم لأنه صحتكم بتنحب، ولحتى تكفوا حياتكم بطريقة سلسة وحلوة. أكيد. شكرا لك دكتورة نور مانسترلي على كل المعلومات اللي قدمتي لنا إياها. شكرا لك.